2 لايك. تحدي اليوم هو تحدي إسراء التركيز. تحدي هو أننا غيتعرضوا علينا بعض الصور هنا، خاصنا نعرفوا الاختلاف في الصور في وقت محدد. شنو هو الوقت المحدد إسراء؟ 30 ثانية. ولما غيعرفش الاختلاف في الصور إسراء، شنو هو العقاب؟ الهريسة والحامد. ودابا غادي نشوفوا اول صورة اللي هي إسراء. تمنى نشوفوا اول شيء ثلاث باندا. يلا إسراء قلبي عليك. شل المرحلة الثانية. ما يريد نسالي الوقت. 20 ثانية. 19 18 اوجد اليد اليسرى. لقيتها هاي كاينه هنا في السطر. 1 2 3 4 5 في السطر الخامس لقيتها. ودابا تسقلنا من الهريسة الحامض. دابا غادي نمشيو الصورة الثالثة. يلا الصورة الثالثة اللي هي إسراء اللي غادي تقلب على شنو هو إسراء. أوجد الكلب بين زو الحيوانات الباندا. لقيتي صغير هو. تشبه الباندا حيت فيه البيض والكحل. أوجد الإيموجي المختلف. ركز إلياس، ركز. لقاها إلياس. لقيتي إنتي؟ لقيتها. لقيته في الثانية الأخيرة. لقيته صافي، لقيته الحمد لله، لقيته في الثانية الأخيرة. دابا غادي ندوزو للمرحلة الخامسة. وهي إسراء اللي غادي تقلب. غنشوفو علاش إسراء غادي تقلب. أوجد الأرنب بين هذه القطع. ودابا الدور ديال إلياس. وغادي ندوزو الصورة الموالية. أوجد الماعز بين هذه الخراف. فكرني بالعيد. أنا شفته سهل.
هذاكم درون فينكم؟ هذاكم درون فينكم؟ ها هو شفت صامي شفت سجل شفت سجل وعمي يرتبطوا كيف يرغي في الوقت وف دور ديال الإسراء وغادي نشوفوا واش غتاكل الإريسة ولا الحامض. أوجد نبتات الأربع أوراق. هذا أصعب فيديو تصويرة عفوا تقدر فينا ديال قلبي عليها ما لقيتيهاش صعيبه هاي اسراء اش غتاكلي الهريسه ولا الحامض تفضلي غتاكلي كامل يلا بداي كولي قولي هذا هو القانون ديال التحدي وقولي باقي عمصيتي صافي قولي اكولي تخيلي همبرجر لا 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 تخيلي همبرجر كوسكوس يلا قولي كوسكوس يلا قولي مانيش عليه بزاف غير شويه وقولي اسراء صافي قولي الدورة ديال الياس واش غادي ياكل الهريسة ولا الحامض يلا اوجد حرف تي هيتش فين شي فينك راه ما بغيش ناكل الهريسة والحامض وتي فين احنا تنقلبوا عليك فينك فينك واش غادي تاكل الهريسه ولا الحامض كليتها كامل ماشي بجلوتك كليتها كامله انتي مصيتي يا مصه كليتها كامله دابا حان الدور ديال الاسراء وغادي نشوفوا واش غتاكل الهريسه ولا الحامض يلا اسراء اوجد الكلب بين هذه الابقار قلبي راه شفتو انا دابا شفتو انا دابا راه شفتو وقيتو مازال تنشوف شي اللي داك الكلب فين هو اسرع راه شفتو اوه خسرتي يلا هزي واحد المعايقه ديال الهريسه ودابا غادي نبدلوا القانون ديال التحدي اللي ما عرفناهاش بجوج غادي نتعاقبوا بجوج واللي عرف واحد فينا الاختلاف غادي ما غاديش نتعاقب يلا نبداو في الصوره الاولى نشوف باقي ما لقيناهاش
جوج رجلك لقيناها. لقيتها انايا، لقيتها انايا باقي ما دازت 20 ثانيه. يلا يلا سالي، دابا غادي ندوزو للصوره التاليه. صورة بابا نويل يبحث عن الخروف بين بابا نويل. دابا غادي نشوفو التصويرة الموالية، وهي ابحث على خروف لديه قرون. نقلبو على شي خروف عندو قرون. فوبي 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 بابا 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 ما قيدوش بس بس انا بصح فينا مو دوز الصورة الموالية. أين هي الباندا؟ قلبوا على الباندا. الباندا صغيرة. أين هو الباندا؟ خلقينش باندا. باندا فينك الباندا؟ فين خبي الباندا؟ باندا باندا فينك الباندا؟ باندا 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 عندو باندي باندا خلقينش باندا. وراو لينا اسراء اش غادي ناكلو؟ الحامض والاسراء انا غناخد. يلا اسراء غندير لك الخاطر، غادي ناخد جوج حامضات. غندير لك الخاطر. خليني صافي غناكل. هاني درت لك الخاطر غناكل جوج حامض. فرد مرة غادي نشرب الماء. انا عندي لك الخاطر، انا اسفة الياس، انا على قبلك. على قبلي؟ لا دابا نقولوا لك فاش سالي التحدي. دابا نقولوا لك كل الهريسه. لا ما عشا لي الهريسه. دابا غادي نختموا الفيديو خذها بصريه. خاصكم تبقاو تشوفوا الوصف لمده دقيقه وتقراو الحروف اللي كاينين هنا بسميتو في خاطركم طبعا. وغنحيد لكم الصوره ديالنا باش تركزوا الوصف وفاش تسالي.
السلام عليكم.